السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. معنا اللحظة مكالمة من فرنسا. معنا الأستاذ الإمام السي حسن بن المجدوب. السلام عليكم سيدي الدكتور طيب. حياك الله وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي حسن. الله يبارك فيك حبيبي. حياك الله. بارك الله فيك على هذه الدعوة وعلى الاتصال إن شاء الله تعالى. شكرا لك السي حسن. الحمد لله أنت نعم. إمام في الديار الفرنسية وتبارك الله عندك نشاط كبير من خلال ترأسك للتجمع تجمع المساجد بمنطقة غرب جنوب فرنسا. والحمد لله كنعرفوك من خلال عدة مواقع نشيط جدا في العمل الدعوي والعمل الاجتماعي، تجمع ما بين العمل الدعوي إلى الله تعالى والعمل الاجتماعي والإحساني. والحمد لله سيدي حسن بغيناكم أول حاجة نبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. بغيناكم ماذا تقولون أولا في هذه الذكرى وكيف تهنئون المغاربة والأمة الإسلامية قاطبة على هذا الحدث السعيد؟ نعم حبيبي بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا أن أتحتم لنا هذه الفرصة الطيبة. أولا أقدم تهاني بهذا الشهر الكريم وبهذه الذكرى العظيمة ألا وهي ذكرى مولد سيد الخلق محمد عليه الصلاة، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فأهني الشعب المغربي بصفة خاصة والأمة الإسلامية بصفة عامة بهذه الذكرى، وكذلك أهني صاحب الجلالة محمد السادس راجين من الله عز وجل أن يعينه في مهامه وخاصة في هذه الظروف الآن التي تمس بلادنا بهذا الزلزال. وفي نفس الوقت أخي الكريم تعازي لكل العائلات التي فقدت أحد أفراد عائلتها في هذا الزلزال، ونرجو الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء عن هذا الشعب العظيم شعب المغرب، وأن يشفي مرضى هؤلاء العائلات الذين أصيبوا في هذا الزلزال الذي أصاب بلادنا الحبيبة. لا إله إلا الله. سيدي حسن كما تعلمون جميعا النبي الكريم أوصانا بالأخلاق، وهو عليه الصلاة والسلام كان قرآن يمشي على قدميه، ومن بين أهم الأخلاق اللي احنا محتاجين أننا نجددها في نفوسنا خصوصا في هذه الذكرى هي أخلاق التضامن والتآزر والتعاون. هذه المحنة التي مر بها المغرب بسبب هذا الزلزال رأينا بأن هذا الخلق متأصل عند المغاربة، ورأينا الناس كلهم يهبون لتقديم المساعدة. أنتم سيدي حسن في الديار الفرنسية، كيفاش كان دور ديال الجالية المغربية هناك بتلك الديار، وكيفاش كانت المساهمة ديالهم وتقديم المساعدة لإخوانهم الأشقاء في المغرب؟ نعم حبيبي الكريم، يعني يجب أن أقول كلمة، هو أن أجسامنا كلها كانت هنا في فرنسا، لكن قلوبنا وعقولنا كلها مع أهلنا المتضررين من زلزال المغرب. فبمجرد لما سمعنا هذا الخبر فاتصلنا بجميع الجمعيات الحمد لله، وقمنا بجمع تبرعات. والله يا أخي الكريم هذا الخير الذي رأيناه في هذه الفترة هذه لم أرى مثله، لا من المغاربة ولا من الجنسيات الأخرى، لا تونسيين ولا جزائريين ولا، وأكثر من ذلك حتى غير المسلمين. الله أكبر. والله حتى غير المسلمين سبحان منهم الله. يهود ومنهم مسيحيين ومنهم لا انتساب له للدين، كلهم جاءونا بأغراض للمغرب، كلهم قالوا نريد أن نساعد المغرب بكل شيء. فالحمد لله في ظرف يومين جمعنا ما يعادل 26 طن من الأغراض، بارك الله، ووجهناها للمغرب. والحد الآن لحد الساعة الآن ما زالت تصلنا المساعدات من المسلمين وغير المسلمين. كل خمس دقائق يتصل بي شخص من المسلمين وغير المسلمين. آخر شيء الآن فيها يعني هذه نقول لها بولونجي، واحد المغازان كتبيع مخبزة الإلكتروميناجي. نعم نعم.
فاتصلوا بي الآن، هم الآن يجمعوا كاع هاد الأشياء اللي مهمة مثل الشوفاز دي بلاك إلكتريك كلهم، واتصلوا بي قال كادي تجي وتاخذهم للمغرب، يعني مساندة للمغرب. لكن أنا الشيء الذي أثار اهتمامي ليس الحقيقة، المغاربة خارج الوطن قاموا بأشياء جلل في كل فرنسا، ليس فقط في منطقتنا، في كل فرنسا، لكن الذي أثار انتباهي هو التضامن المغرب الداخل. الداخل المغاربة الداخل أعطوا درس للعالم، والله أشهد الله على ما أقول، أعطوا درس للعالم في تضامنهم وتلاحمهم في هذه الأزمة، وهذا بشهادة فرنسيين كيجيوا يتكلموا معنا. وقلنا ما عمرنا ظننا أن المغرب يتألف بهذه الطريقة هذه. سبحان الله. فأقول للمغاربة هنيئا لكم، هنيئا لكم، هنيئا لكم. الحمد لله، هذه نعمة كبيرة. الناس ربما كيفاش واش كاين اللي وصل الأرض المغرب وخوا في فرنسا، العملية ديال العبور وديال الوصول والسفر. نعم. لو حكيت لنا كيفاش دازت الأمور ديالكم. نعم، احنا كما قلت لك أخي الكريم، أنا يوم 16 في سبتمبر أخذت شاحنة فيها حوالي 26 طن من الأغراض المهمة، يعني فيها أغطية، فيها أدوية، فيها يعني كراسي للمتضررين، يعني من كل أنواع، كل الأنواع، فيها يعني خيام. فمرنا يعني في طنجة، والله الأمور كانت بسهولة بسهولة، أعطينا كل الأشياء كانت مضبوطة. كان لابد أننا نسجل كل الأمتعة اللي مدخلينها وندلي بها إلى الجمارك، وجمعية هناك كذلك في مراكش تستقبل، فكانت الجمعية التي تبعت والجمعية التي تستقبل، وبعثنا بهذه الأوراق في عند الجمارك، فكانت يعني الأمور تمر بسهولة. الحمد لله. وصلنا لمراكش وأنا شرفت على بنفسي على هذا الشاحنة اللي وصلت، فنزلت في مطار مراكش واستقبلت الشاحنة وضعناها في جمعية هناك في مراكش، وبعدها بدينا نخرجوا يعني بعربات صغيرة ونمشيوا للقرى يعني المتضررة. أنا رحت بصراحة يعني رحت القرية معينة فوق مدينة أمزميز، يعني بعيدة على أمزميز بواحد 15-20 كيلومتر، يعني القرية كلها مدمرة، لا يعني لا ما لم يبقى فيها بيت واحد. لكن يا أخي الكريم والله العظيم أخذت درس كبير من هؤلاء الناس. لا إله إلا الله. لما رحت عندهم هناك يعني البيوت مدمرة وساكنين فقط في خيام بسيطة، ويعني درس واحد القناعة، واحد يعني الإيمان، واحد طمأنينة رغم أن بيوتهم مدمرة أمام. سبحان الله، سبحان الله، يعني شيء رهيب والله رهيب. وهذه المنطقة خاصة، وقعت لي بعد الأحداث مع يعني كنا خدينا لهم شوية ديال، طلبنا منهم شنو ما شنو الأشياء اللي تحبون نشريوها لكم الآن هنا، احتياجات اللي محتاجين لها أكثر ديالكم. نعم، الأشياء اللي تحتاجوها. قال لك محتاجين كذا وكذا، قال لك احنا فقط بغينا يالله تلاجات. علاش؟ قال لك عندنا ناس مرضى عندهم دواء وبغينا نديروا لهم سميت ونديروا ذاك الدواء في الثلاجه باش ما يخسرش، وكتجينا الماكله الحمد لله الاكل موجود، وبعد مرة تيخسر. فالحمد لله يعني رحنا وشرينا لهم ذاك الثلاجات، وشفنا واحد الكهربائي الحمد لله وبرونشا لهم كل شيء، وخديت لهم شويه ديال الحلويات، وكان بعض الاطفال. يعني هذا شيء عجيب لهاد الناس هادو، يعني انا اخذت درس وعملت عليه جمعه، فلما اخذت هذه الحلويات وهذا الأطفال، كانوا هناك أطفال، وعطيتهم شوية ديال الحلوة، وكان منهم واحد طفل قال لي أخي غير موجود ممكن نأخذ لأخي، قلت له خذ، وكان يعني طبق كبير من الحلوة، كان باستطاعته يأخذ يعني شيء كثير، لا أخذ قطعتين أو ثلاث قطع وراح. لا قداها. نعم، فأنا رحت يعني في الفيلاج هذا، في هذا القرية المدمرة، رحت إلى أعلاها لأن كانت في جبل، فرحت لأعلاها كان أطفال آخرين، فعطيتهم كذلك الحلوة، وكان من ضمنهم هذا الطفل، فقلت له خود، قال لي يعني ببرود الدم، لا لقد أخذت في الأسفل، رك عطيتيني لتحت. قناعة. والله العظيم. لا والله دموعي هبطت من عيني. سبحان الله العظيم. أنا نتكلم معك هنا أبكي لأن هذا الطفل أعطاني درس في القناعة. لا إله إلا الله. لا والله لم أتصور هذا. لا فلما إله إله تكلمت حتى مع الآباء سولتهم يعني شنو الأشياء اللي ممكن نعاونوكم فيها،
قال كودي راه عندنا المواشي ديالنا مشات، عندهم بعض المواشي مشات. فقلت لهم الان سجلوا لي كل شيء اللي مشى لكم، اي حاجه مشات لكم سجلوها لي. فاخذوا ورقه وسجلوا لي الاسماء. كان باستطاعتهم يعني الانسان يقول لك ماتوا لي 30 شات او اربعه ديال الابقار، لا ابدا. كل واحد قال لك انا مات لي شات وحده، واحد قال لك مات لي جوج، واحد قال لك مات لي شرف الله قدركم حمار. يعني الناس سبحان الله مطالب بسيطه، مطالب بسيطه ولم يستغلوا الفرصه باش يقدر والله لم يستغلوا الفرصه. لا اله الا الله. فانا اقول والله انا اخذت درس كبير من هذا الزلزال ومن هذه القريه خاصه. فالحمد لله يعني مازال لحد الان كما قلت لك اليوم عندنا اليوم حافله اخرى دخلت اليوم كانت في الثالثه بعد الزوال عبرت المعبر ديال طنجه ودخلت ان شاء الله، وعندنا حافله اخرى كذلك ستذهب يعني بعد يومين ان شاء الله تعالى. بارك الله. محمله بالامتعه، محمله بالادويه، محمله بكل شيء يحتاجه الاسم. وكذلك يعني هذه القريه لما رحنا لها كان فيها مسجد، وهذا المسجد قد هدم ده. يعني لم يهدم ولكن يعني الان مستحيل انهم يصلون فيه ده. فالحمد لله جيت تكلمت في الجمعه هنا عندنا الجمعه الماضيه، فما شاء الله حوالي 15 شخص جاءوا عندي الآن قال لك شوف المسجد على حسابنا، تيوبنا على حسابنا. الله أكبر الله أكبر. فالحمد لله الآن نحن ننتظر فقط يعني الوثائق ويعني هذا الرخص البناء إلى آخره، وبعدين سنذهب إلى هذه المنطقة بإذن الله عز وجل لبناء هذا المسجد والمدرسة في نفس الوقت، مسجد ومدرسة. لا إله إلا. وأنا سأعود إن شاء الله تعالى يوم الاثنين هذا المقبل 2 أكتوبر سأذهب إلى مراكش لشراء المواشي لهؤلاء المتضررين بإذن الله عز وجل. بإذن الله ما شاء الله. الله مبارك الله مبارك سيدي حسن. الحمد لله نموذج ديال الإمام والأستاذ المربي الذي يجمع ما بين الدعوة والعمل الاجتماعي. نعم حبيبي. سيدي حسن إلا بغينا نسولك ونستفدوا منك أكثر، يعني ما هي الدلالات والعبر من هذا الزلزال، هذا الحدث المروع الذي هز قلوب الناس، يعني ما قراءتك لهذه الأحداث؟ ما هي الرسائل التي ربما يريد أن يقدمها مدبر الكون سبحانه وتعالى؟ هو مدبر الكون طبيعة الحال هنا يريد أن يشير إلى نقطة أن لا قوة فوق قوة الله عز وجل سبحانه، هذه يعني الإنسان. وكذلك وكأن الله عز وجل يرسل لنا بعض الإنذارات. إحنا كذلك نشوف أنفسنا لما عندنا الأبناء كنبغيو نربيوهم ساعة كنعطيوهم شي حاجة، إما نعاقبوهم إما نعطيوهم شي ضربة. ليس هذا لا يعني أننا لا نحبهم، ولكن فقط لي يعني نوعيهم. فالله عز وجل هذه الزلازل لكي توقد ضمائر الناس، يسمى إيقاظ الغافلين، تدبيه الغافلين. كما قال الله عز وجل إيقاظ الهمم. نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ترجي لعلهم رجاء. لعلهم يرجعون. فالإنسان ما يخدش هذا أنه عقاب أو أنه لا أبدا، هذا ابتلاء من الله عز وجل. يعني لابد أن الإنسان ينظر له هكذا ويعود لله عز وجل، لأن عظمة الله عز وجل فوق أحد عظمة. لا إله إلا الله. لابد أن نمتثل لأوامر الله عز وجل ونعود لله عز وجل ونتوب لله عز وجل حتى الله عز وجل فرج علينا. الإنسان يخرج مستفيد من هذا الابتلاء. أنا أقول ابتلاء من الله عز وجل، يخرج مستفيد من هذا الابتلاء. عدد الضحايا سيدي حسن، عدد الضحايا ربما تقريبا حوالي 3000 شخص. نعم. قتلوا. هل يمكن أن نسمي هؤلاء قتلى أم نسميهم شهداء؟ وهل يمكن أن نحكم لهم بأنهم عندهم حسن الخاتمة؟ حسن نعم. الخاتمة. نعم، هذا يعني حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا يعتبر شهداء اللي كيموت تحت الدم أو الحرق. أنت غني، أنت أدرى بهذا الأمر أخي الكريم. فنحن نعتبرهم عند الله من الشهداء. لا إله إلا الله. ونرجو الله عز وجل أن يجعلهم من الشهداء يا رب، وأن يشفعوا لدويهم اللي بقوا أحياء يا رب، لأن الشهيد يشفع لي 70 من أهله. نرجو الله عز وجل أن يجعلهم من الشهداء ويشفعوا لدويهم اللي بقوا مضرين وتألموا من فقدانهم. لأن لما رحت لهذا المكان مش الأب مسكين تكلمت معه وقال لي بنتي 13 سنة ماتت بين يدي.
الله أكبر. فكيف يكون الحال بهذا الإنسان هذا؟ حاشا ما عاد الله إن الله عز وجل رحيم، حاشا ما عاد الله أن هؤلاء ليسوا بشهداء ونحسبهم عند الله كذلك، لأن الله هو الذي يقدر، نحسبهم عند الله من الشهداء ونرجو الله عز وجل أن يتقبلهم عنده من الشهداء وأن يكونوا شفعاء لذويهم وآلهم وأحبابهم إن شاء الله. اللهم أمين. سيدي حسن، قبل الزلزال كان واحد الانطباع سائد بأن البشرية تسير إلى الوراء وأن القيم الأخلاقية بدأت تنهار وتندثر وأن الإنسانية بدأت كتراجع للوراء، هذا هو الفكر السائد قبل الزلزال. لكن بعد الزلزال رأينا ربما هاد إيقاد الهمم وهاد تنبيه الغافلين أنه أعطانا واحد دفعة إلى الأمام وخرجت من البشرية أجمل ما فيها، خرج تضامن، خرج تآزر. هل هذا يعني أن البشرية ما زال فيها الخير وغادي يبقى فيها الخير إلى قيام الساعة؟ ألم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي؟ في الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة. هذا الأمة فيها الخير، هذا الأمة سيبقى فيها الخير ما دامت توحد الله عز وجل. ونحن الآن في هذا الشهر الكريم المولد النبوي الذي هو المولد، هو شكر لله تعالى أن الله أظهر هذا النبي في مثل هذا الشهر. يعني إحنا لا نعبد رسول عليه الصلاة والسلام ولكن نقدره، لأن المولد فيه اجتماع على طاعة الله، اجتماع على حب الله. وهذا كما أشرت حبيبي الكريم، يعني سبحان الله هذا الزلزال يوافق هذه الذكرى، ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كأن هذا الزلزال يريد أن يذكرنا بهذا الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، والناس تعود لأن هذا الشهر هو اجتماع على حب الله، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتماع على ذكر الله، اجتماع على ذكر شيء من سيرة هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان يتله أخلاق عالية. هذا الحبيب المصطفى الذي وصفه رسول الله صلى الله الذي وصفه الله عز وجل أنه رحمة للعالمين، وكما قال عن نفسه إنما أنا رحمة المهداة. كيف لا نحتفل بالرحمة المهداة؟ كيف لا؟ نعم نعم سيدي حسن، هذا الحدث ربما المغاربة بسبب هذا الزلزال مازال كاين واحد الآثار نفسية ديال الحزن، ديال الخوف، ديال الهلع، ديال الاضطراب. كيفاش ممكن نستثمر هذه المناسبه السعيده ديال المولد النبوي الشريف لنشيع الفرحه من جديد، نشيع الطمأنينه في النفوس، نشيع الامن والسلم والسلام في كل مكان؟ افضل شيء هو ان نذكرهم بسيره الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لان هذا الشهر هو شهر المصطفى عليه الصلاه والسلام. نذكرهم بحياه الرسول الله، بما قام به الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتضحيه الذي قام بها الرسول عليه الصلاه والسلام، رغم انه كذلك ابتلي عليه الصلاه والسلام، ضرب، شتم. يعني كانت يعني بدايه دعوته كلها فيها متاعب، فرغم ذلك وصلنا هذا الدين الآن، هو ده بين أيدينا. فلنستفد من هذه الذكرى ولننظر في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، كيف كان يتعامل عليه الصلاة والسلام مع الأزمات عليه، ولنا يعني في سيرته الخير الكثير. أنا أشير فقط على هذا الذكرى المولد عليه الصلاة والسلام، وكما تعلمون حبيب الكريم أن عدد كبير من الناس يعني خاصة بقرب المولد يخرجون على القنوات بدعة 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 بدعة، وهذا ما أنزل الله به من سلطان. وأنا أقول خاصة نحن هنا في بلاد الغرب، كم نحن بحاجة لهذه الذكرى، ذكرى الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن أبناؤنا هنا في الغرب بدأوا يتعلقون أكثر بميلاد المسيح عليه السلام أكثر مما يتعلقون بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يحتفلون بميلادي، أنا لا أنكر هذا، يعني لا أنكر يعني احتفال بهذا احتفالهم، لكن الأبناء يتذكرون ميلاد عيسى عليه السلام وينسون ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فنحن بحاجة، وقد أعطينا التعليمات الكافية لكل المساجد إن شاء الله تعالى أنه يكون يعني موضوع الجمعة هو عفوا هو يعني هذا الحدث الجلل، وتكون يعني هناك دروس، وتكون هناك يعني حفلات بهذا الذكرى العظيمة. وحتى الآباء، قلنا للآباء أيها الآباء، يعني شوفوا هذا الشهر هذا الكريم،
اللي كما كتشريو لوليداتكم اللعب في 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 ميلاد عيسى عليه السلام، شريوهم اللعب الان باش يتذكروا هذا الشهر الكريم وهذا النبي الكريم، حتى يطلعوا هكا متربين على سيرة المصطفى عليه السلام. التوسعة على العيال وهدايا السرور وصلة الأرحام والتجمع على موائد الطعام مع العائلة والأحباب، هذا كله يزرع في النفوس فرحة وسرور بهذه الذكرى. نعم حبيبي. نعم سيدي حسن، ربما هذا الموضوع يحيلنا إلى موضوع آخر. أنتم باعتباركم إمام في المسجد ورئيس التجمع للمساجد بمنطقة غرب جنوب فرنسا، هذا منصب ومهمة كبيرة تجعلك تتتبع الرأي العام والشأن العام. لو سألناك سيدي حسن عن واقع الإسلام في فرنسا وفي الجالية المغربية هناك. نعم، وهو سؤال شوية صعب لكن سأجيب إن شاء الله تعالى. هو حقيقة يعني كما تسمعون يعني الآن يعني هذا السلطات الفرنسية الآن يعني بقوانينها، وهي قوانين فقط لكسب بعض الأصوات، هما يحاولون يعني أن يضيقوا على المسلمين من خلال آخر شيء هذه العباية وكس على ذلك. ولكن لما كنشوفوا أن الحمد لله وكأن شيء لا يوقع، المساجد مملوءة الحمد لله، يعني الفرنسيين يعتنقون الإسلام أكثر من سابقته. يعني الآن أنا أقول لك والله على ما أقول شهيد، أن في المسجد الذي أصلي فيه تقريبا كل أسبوع عندي 2-3 يعتنقون الإسلام. سبحان الله، هذا يعني يدل على أن هذا الدين رغم هذه التصرفات من بعض الأشخاص يعني ومن بعض المسؤولين في فرنسا، ليس كلهم، لأن هناك من يدافع على المسلمين بكل صراحة، هناك فرنسيين نبلاء حكماء يدافعون على المسلمين، لكن هناك آخرين لا يهمهم فقط يعني التصويت، يعني حسابات حزبية. نعم. نعم فقط. أما الحمد لله الأوضاع يعني المساجد مملوءة، الخطب للجمعة تقام، الدراسة في المساجد، احنا فقط في المسجد الذي أشرف عليه عندنا أكثر من 600 تلميذ يأتون يعني حوالي السبت والأحد ويوم الأربعاء لتدريس اللغة العربية والقرآن. عندي أكثر من 90 شاب يعني نعمل لهم دروس بالفرنسية، يعني سكونا بليسونس إسلاميك، يعني مقرر على 3 سنوات في فرنسيين مسلمين. والأنشطة الحمد لله غادية، عندنا تجمع نسوي يقوم بأنشطة كذلك في المسجد. فيعني رغم أن كنسمعوا في وسائل الإعلام مضايقات، لكن يبقى ذلك فقط على الشاشة. الحمد لله. على الشاشة. نعم سي حسن، ربما رؤيتك للمستقبل، رؤيتك لتطور الأحداث، هذه الأحداث التي توقع، ها هو الزلزال من هنا، جانب التضامن والتآزر، هل مولد النبوي الشريف خلق الفرحة والسرور، هل النظام العالمي، كيف تبدو لك الأمور، تتجه قراءتك للمستقبل؟ وإحنا ما نسمعه يعني من كثير من علمائنا يعني هذه يعني الآن العالم ما بقاش يعني كان بلد واحد كل واحد لوحده، الآن عالم مفتوح على مصراعيه، ما بقاش يعني كما نقولوا حواجز. فاللي كيحصل هنا في المغرب فرنسا ولا في سميتو كل أنت تطلع عليه، لكن أنا أنظر والله أعلم يعني إذا نظرنا إلى ما يحدث، ما حدث في ليبيا وما حدث في المغرب وما حدث كذلك في بعض المناطق أخرى، يعني هذه علامات الساعة. لا إله إلا الله. وإحنا يعني هذه علامات الساعة الصغرى عشناها كلها. نعم. فيعني كثرة الزلازل والفيضانات من علامات الساعة. وهذا. والهدم والكوارث الطبيعية. والهدم وأشياء كثيرة. وموت البغتة. موت البغتة، ويعني والله يعني عندنا شباب يعني 20-30 سنة ما عنده لا مشكل ولا حتى كيقول لك ما توفى ما الله عليه. يعني هذه يعني علامات الساعة الصغرى. احنا عشناها كلها يعني الآن عشناها. أهوال. عشنا أهوال. أهوال. ربما أنتم سيدي حسن بالمجدوب في فرنسا لم تشعروا بالزلزال، لكن نحن في المغرب احنا في الدار البيضاء يعني شعرنا بالهزة الأرضية. يعني أن المنازل كتمشي وتجيبك واحد الإحساس رهيب، خصوصا عند النساء والأطفال اللي خرجوا للشوارع. هذا كله كيذكرنا بأهوال يوم القيامة. كما قال الله عز وجل هذا زلزال، يعني زلزال صغير،
فما بالك يعني بزلزال الساعة؟ ها؟ نعم. زلزال الساعة ها؟ شنو قال الله عز وجل في قربة الآية؟ إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا كان زلزال الدنيا الناس داخل هربوا كل شيء هاج غير هربان، فكيف بزلزال الساعة؟ ما كيف تهرب؟ ما كيف الأرض كل هذه الساعة تهدم؟ كلها فقط يعني في منطقة الحوز، وكما قلت لحبيبي في الدار البيضاء سمعنا عندي الأهل ديالي في فاس وفي مكناس وحسوا بالزلزال، فما بالك بزلزال الساعة؟ فنرجو من الله عز وجل يعني من هذا المنبر نطلب من أخواننا الرجوع إلى الله عز وجل قبل فوات الأوان، لأن هذا الله عز وجل وكان ينذرنا عودوا إليه، عودوا إلي الله عز وجل فاتح أبوابه، فاتح أبوابه، إن الله عز وجل يقبل التوبة عن عبده ما لم يغرغر. ما حد الإنسان مازال عنده الفرصة. شوف الناس مساكن دخلوا نعسوا ما فاقوش، هبط عليهم الردم صافي، يعني تلقاهم ضاحكين لاعبين، ولكن مساكن حتى نزل عليهم سميتو ردموا كل شيء مشى، وربما كانوا يخططوا ويديروا يعني البرامج وغادي نديروا ونطلعوا غدا نمشيو بعد غدا نمشيو، لكن الله قدر شيء آخر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لهذا أنا أرجو من أخواننا إن شاء الله يخذوا عبرة مما حصل، حتى الله عز وجل سورة كان قرأها كامل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. نعم. الأخبار ديال هذاك الشيء اللي كنديروا الآن في الدنيا راه غادي تخرجوا الأرض وغادي تشهد علينا. نعم. فنطلبوا الله عنا تشهد معنا ما تشهدش ضدنا. يا رب يا كريم. لا إله إلا الله. إذا كانت الزلزال والفيضانات هي من علامات الساعة الصغرى كما جاء في بعض الأحاديث، يعني أن المطلوب مننا نحن البشر أننا نتعظ ونسرع بالتوبة. إلا سولت أسلي حسن، دابا الناس كيسمعوا فينا الآن، كم من واحد دابا الآن بغي يجدد نفسه، بغي يصير تائب إلى الله تعالى. نعم. ويصير صالح، يعني مش غنوصيه شنو هي الأشياء الخطوات العملية لكي نصل إلى الله؟ ففروا إلى الله، ففروا إلى الإنسان يرجع لله عز وجل. أولا إنسان شوف التوبة عندها شروطها حبيبي الكريم. التوبة أن الإنسان خاصة من الذنوب الكبار أن الإنسان يقلع عن ذنبه. ثانيا أن يندم على ما فعل. ثالثا على أن يأخذ العزم أن لا يعود على ما فعل. وكيفما كانت الذنوب راه الله يقبل التوبة ديالك أخي. كان اسمع إلى قول الله عز وجل أواخر سورة الفرقان، يقول الله سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذو ثلاث كبائر، من أكبر الكبائر ثلاثة: الشرك بالله والقتل والزنا. والله عز وجل يقول: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وكيجينا الله عز وجل وفتح لك واحد الباب عريض، واحد الباب جميل، يقول لك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، اسمع هذه، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لا إله إلا الله. يبدل الله سيئاتهم حسنات. داير معصية وسجل لك الله عز وجل معصية وغضبت الله عز وجل وتبتي، كيفرح الله؟ يفرح بتوبتك ويبدل لك هذه المعصية بدلها لك حسنة. أش بغيتي أكثر من هذا الشيء؟ كريم 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 كريم. فعد إلى الله، تب إلى الله، ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن كل شيء يبعدك عن الله عز وجل. لأننا رحنا بين عشية وضحاها نكون جالسين في شو خوتنا، خذوا العبرة من خوتنا مساكن كما قلت لكم راه جالسين مساكن في الديور ديالهم مقصرين كيتكلموا يهضروا كيديروا برامج المرعش غيوقع غدا هذا، لكن الله عز وجل قال لهم راه صافي هذه الليلة ديالكم التالية، حتى احنا راه غادي تجينا الليلة ديالنا التالية. فلنتوب إلى الله ونعود إلى الله. والله نصيحة من أخوكم هذا العبد الضعيف، أنصح نفسي أولا وأنصحكم أن تعودوا إلى الله عز وجل ولا تؤجلوا التوبة. نعم. لا تؤجلها الآن وهذه الأحداث، أجلوا التوبة إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل وكأنه يقول لكم: أيوة ها أنا، انتبهوا ها أنا، ويحذركم الله نفسه والله رئيف بالعباد. سيدي حسن كنتكلموا على التوبة ديال الأشخاص ديال المجتمعات، سمعنا التوبة ديال بعض الجهات أخرى
هل توبة بعض الأحزاب السياسية اللي كانت عندها أجندات معينة، عندها واحد دعوات إصلاحية ربما مضادة للقيم الإنسانية، بدك توب وتراجع، ربما حتى النظام الدولي كله غادي يتغير إلى الأحسن، ولات رؤية ديال التضامن، ديال الرؤية ديال التراحم. ألا يبدو لك بأن النظام العالمي كله ربما سوف يتغير إلى الأحسن بسبب هذه الزلازل وهذه الفيضانات وهذه الكوارث؟ بطبيعة الحال أخي الكريم، لأن هذه كله يحدث للإنسان يعني داخل عقله، يعني كيف بيخمم أشهد شيء، لأن عدد كبير من الناس كان لا يؤمنون بالله عز وجل. أنا كما قلت لك يعني عندنا في 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 المسجد كانوا لا يؤمنون بالله، يعني يقول هذا غضب الطبيعة، يقول لك هذا غضب الطبيعة. لكن كلهم اللي جاءوا واعتنقوا الإسلام كلهم تقول لك نوقع عليه حدث معين، إما حادثة، إما مات لأبي، إما مات لأمي، إما فكيعود الله عز وجل، لأن هذا الشيء كله والله فقط لأن تعود الناس. ولكن الخير في الأمة إن شاء الله تعالى، الإنسان ما يفقش الأمل أبدا. قل يا عبادي الذين أصرفوا على لا تقنطوا من رحمة الله، الإنسان ما يقنطش من رحمة الله، لأن مغير هذا الكون مسير هذا الكون هو الله عز وجل، قادر في لحظة وغير قلوب الناس ويصفي قلوب الناس وكل إنسان يرجع لسنيته. فالإنسان ما يفقدش الأمل، وبإذن الله عز وجل لما شفنا كما قلت لك، لما شفنا هذا التضامن، احنا خاصة هنا في أوروبا لما شفنا تضامن من كل الجهات، حتى بعض المسؤولين يعني في الأحزاب، وبعض الجالية، جالية يهودية، جالية مسيحية، جالية حتى لبوديست، حتى البوذيين جابوا كذلك، هم كذلك جابوا لنا مساعدات، سبحان الله. وحتى بعض المسؤولين البلديات، الآن بلدي رئيس المسجد بلدية بيربينيون أعطى اليوم في 15,000 أورو مساعدة للمغرب، الحمد لله وصلنا لسميت. فيعني هذا كله يدل على أن الحمد لله الأمة قاطبة، يعني كنقول الإنسانية قاطبة، فيها خير الحمد لله بمسلمها وغير مسلمها، راهم فيهم الخير إن شاء الله تعالى. سيدي حسن، أنتم الحمد لله كتقوموا بواحد الواجب ديال الدعوة الإسلامية في أوروبا باعتبارك إمام مسجد وخطيب منبر، وعندك واحد العدد كبير ديال الناس اللي كيتابعوك وعليك يترباو. بغينا كمولاي، أنت رجل فاضل يشهد لك بالصلاح ويشهد لك الحمد لله بالنفع وبالخير، بغينا منك في ختام اللقاء واحد الدعوة ديال الخير خصوصا للضحايا ديال هذا الزلزال، وواحد دعوة للشعب المغربي وللسلطان ديال المغرب وللأمة الإسلامية قاطبة. نعم، ورغم أنه ربما دعاءك سيكون أفضل من دعاء، استغفر الله. إن شاء الله أنتم الحمد لله إمام وخطيب ومسافر، ودعوة المسافر لا ترد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله تعالى ندعو أمنوا معنا بإذن الله عز وجل. اللهم اغفر لحيينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا يا رب، وهؤلاء الموتى في هذا الزلزال اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب، وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم يا رب إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا غير ذلك فتجاوز عن سيئاتهم يا رب. اللهم اجعلهم عندك من الشهداء، اللهم اجعلهم عندك من الشهداء، واجعلهم شفعاء لأهليهم وذويهم يا الله. وبلاد المغرب اللهم يا رب نسألك أن تحفظ هذا البلاد يا رب. اللهم احفظه بحفظك يا الله يا رب. اللهم فرج عن هذا البلاد، اللهم باعد بينه وبين كل من يضر هذا البلاد يا رب. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب. وملك البلاد اللهم يا ربي أمير المؤمنين مولاي محمد السادس، اللهم يا رب نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن ترزقه صحة طيبة يا رب. اللهم يا رب اجعله من اجعله لهذا البلد يا أرحم الراحمين، من اجعله يرعى هذا البلد كما أمر نبينا الكريم وكما أمر الله عز وجل يا رب. اللهم يا رب نسألك أن تحفظه وتحفظ وليه ولي أمره سيدي مولاي الحسن، واحفظ كل عائلته بإذنك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا رب. وكذلك دعوة لإخواننا في ليبيا، اللهم ارحم موتاهم يا رب. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم برحمة منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا كريم.
وكذلك دعائي لأخي الطيب، اللهم ارفع شأنه يا الله، الله يحفظك، اللهم اعلي شأنه يا الله، اللهم اجعله من الصالحين، واجعله من الصادقين، واجعله من الأتقياء، اللهم يا رب اجعل هذا العمل في ميزان صحيفته وصحيفة أمه وأبيه، اللهم بارك فيه، اللهم ارزقه العمل وخير العمل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الله وختاما إن شاء الله تعالى أشكرك أخي الفاضل وأشكر الطاقم لهذا البرنامج، وجزاكم الله خيرا وبارك الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، شكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور سيدي حسن بالمجدوب اللي هو إمام مسجد في أوروبا وخطيب جمعة ورئيس التجمع تجمع المساجد بمنطقة غرب جنوب فرنسا، على كل هذه التوضيحات والحمد لله أعطتنا واحد الانطباع جميل ديال النموذج ديال العالم المعاصر. العالم المعاصر يجمع بين الدعوة إلى الله ويجمع أيضا بين العمل الاجتماعي والحركي الدؤوب الذي يقدم الخدمة للآخرين، يمسح الدموع، يسعد القلوب، وكيتحرك من منطقة لمنطقة كلما انتقل إلا ويجر معه الخيرات والبركات ويوزعها على مستحقها. شكرا لك سيدي حسن، والحمد لله يقال رب ضارة نافعة، لعل هذه الأحداث المؤلمة تحمل في طياتها نعما كثيرة وخيرات وبركات كثيرة. إن على المستوى النفسي نفوسنا الحمد لله صارت أكثر قربا من الله تعالى، أكثر خوفا وورعا ورغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا لاحظنا بأن مجتمعنا الأسر ديالنا والتجمعات ديالنا صارت أكثر إيمانا وصلاحا وفلاحا، ورأينا حتى بعض الخرجات تاع بعض الأحزاب السياسية هنا وهناك أيضا صارت أكثر عقلانية، أكثر إصلاحية، أكثر خدمة إنسانية. وسمعنا أيضا حتى النظام الدولي عند رؤساء دول هنا وهناك الكل يتكلم بالقيم الإنسانية، يتكلم بالسلم والسلام والأمن والأمان، بدءا برئيس الأمم المتحدة مرورا على باقي المنظمات الدولية مع رؤساء الدول. كل هذا مؤشر على أن العالم يولد من جديد. لعل هذا الزلزال فيه محنة وهذه الفيضانات وهذه الكوارث فيها محن، لكن تحمل في طياتها نعم، وإن شاء الله تعالى الرؤية تبدو في المستقبل كقراءة مستقبلية أن الساعة ما زال بعيدة. علاش؟ لأن من علامات الساعة هو قلة الصلاة وقلة رفع الأذان. دابا الآن ولا العكس، هاد الزلزال زاد في إيمان الناس، وصرنا نسمع الأذان أكثر ونسمع القرآن أكثر ونسمع ذكر الله أكثر، وهذا يدل على أن الساعة ما زال بعيدة، لأن الساعة القيامة لا تقوم إلا على شرار الخلق. لكن يبدو بأن الناس ازدادوا صلاحا وازدادوا فلاحا، وإن شاء الله أمنيتنا أن العالم كله يتغير إلى الأحسن، تصير فيه القيم الإنسانية، يكون فيه التضامن، يكون فيه التكافل، يكون فيه التعايش، تكون فيه الدعوة المفتوحة بين الأديان لتوحيد الله تعالى وللتعاون على القيم المشتركة وللكف عن الحروب وعلى النزاعات وعلى سفك الدماء، لنتعاون نضع اليد في اليد لبناء الحياة وتعمير الأرض وتنمية المجتمع وإسعاد البشرية، وما ذلك على الله بعزيز. اللهم أمين يا رب يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.